معاكم مهندس ديكور مصطفى غريب، مصري عاشق للخط العربي، وأنا سعيد جدا بتواجدي في ملتقى الخط العربي بمدينة جدة اللي بيقيمه الأستاذ سعود خان، ودوت مجهود كبير جدا ربنا يجزيه عليه خير من تنظيمات ودعوة والأفراد المشاركين، فربنا يجزاه خير طبعا عن الملتقى الكبير دوت. وأنا شاركت في المعرض بعنوان عزف الحروف، فعملت لوحة من العمل التجريدي اللي ربطت فيه ما بين الخط العربي وما بين الآلة الموسيقية اللي هي أقرب آلة وسيطة ما بين الخط العربي وما بين المزيكا، اللي هو خامة القصب أو البوص أو الغاب، اللي هي لو أنا عملتها إخرام أصبحت ناي، لو أنا قطتها أصبحت ألم خط عربي. وتناولت في الموضوع ما بين سيمفوني ما بين الخط العربي في الحروف بتاعته، واخترت نوع الخط اللي هو الجالي ديواني على أساس إن هو الخط الراقص اللي هو أقرب خط اللي هي يربط بالمزيكا، وعملت في الباك كأني بعمل كورال ورا اللي هو الخط الثلث في تكويناته في درجات أهدى، والبطل كل الحركة عندي في اللوحة اللي هي تربط ما بين الحرف العربي وما بين اللون. ودوت أنا سعيد جدا بالمشاركة في الملتقى الجميل دوت، إن شاء الله نشارك في السنة الجاية، في كل سنة إن شاء الله.